رسميا وضعها معروف يعني انك تبع رئيس الوزراء يعني ما تبع الحكومه تبع الحكومه وليس الحر الدوله لكن عندنا الامور هذه ما كانش تمشي بشكل واضح فلهذا اساسا نشوف الان مثلا حق القطاع الخاص يقدر الان مثلا لو تقدموا بالمحاكم ولا حاجه يقدروا يستعيدوا ولو حتى جزء كبير جدا من المبلغ لانه دي خاصه دي اموال خاصه هذه الحكومه حق الاموال وموظفيها ممكن تلعب يعني لانه تشتكي بالحكومه لان انت ما اخذنا اموالنا يعني مثلا انت الان الرشوه هي بالقانون يعني سلوك مشين وحرام ومخالف وجريمه تعتبر المناطق الشماليه الرشوه ما تعتبرش مخالفه ولا جريمه ولا حق تعتبرها حق يعني ولو ما شلتش حقك انت تهبل لو ما ارتشيتش اختلست ولا عملت حاجه يطلب انت تهبل حق الدوله هي مش حق احد والدوله هم منها جميع يعني ونحن كلنا ناخذ من حقنا يعني ما ناخذ منها حقنا حقنا ايوه حقنا وحقنا هي حقنا فهذه طبعا عندهم هذه الحاجه بالعرف اساسا مش بالعرف والعادات والتقاليد عندهم هذه التصورات السلوكيه لكن نحن عندنا لو اخذ واحد 10 ريال قدامك من واحد تقول الله المستعان انت رجعت بتزوق 10 ريال ما تقدرش تعمل حاجه هي اخلاقيات ما كيف لكن انا عادي 10 ريال ايش عملت فيهم؟ عاد في واحد نكت حق الفساد يعني في واحد قام يعني كذا عذبوا الموظف بالمال بالوزاره اخر مره قام عمل له 10,000 بباكت السياره فراح يبذل حقه بعدين ثلاثه رجال يراعي رايحين بيقولوا له تعال يعني ان شاء الله تمام خلصوا له المعامله خرج هذاك الموظف طبعا خرج الموظف قال له نسيت حقك السياره قال له انا حق السياره ب 50 مش ب 10 يعني فتح الباكت وعد الفلوس تمام شابع 10 طنش يا رب قال له ذاك انا قلت له ما ذاك قلت له ما شافش قال له بس نسيت السياره قال له انا حق السياره ب 50 مش ب 10 يعني 10 ما يجزع لي شيء شوف الى حد فين يعني ما هي هو عندهم بالنسبه لهم عادي جدا يعني قال لي هذا الباكت والحاكم تمام حاكم زور طبعا لا هنا تنتهي شوفوا المحاضرة حق التخطيط حق الوجود ركزوا معي تمام إلى الشريعة رقم كم رقم كم 48 لا 48 إذا المحاضرة تمام حق الأجور إلى شريحة 48 هل بعدين في باب تقييم الوظائف هذا موضوع هذا موضوع ثاني هذه تقييم الوظائف موضوع ثاني قررنا 48 لا 48 بس حياك الله سيد محمد